الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، الله جل وعلا أوجدنا في هذه الدنيا لغاية عظيمة. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأرسل الله جل وعلا الرسل، قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فغاية خلقنا في هذه الدنيا هي توحيد الله جل وعلا. وقد ورد في الحديث أن معاذ بن جبل كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. فعلينا أيها الأحبة أن نعرف لتوحيد الله جل وعلا قدره، وأن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا، أن نشأنا على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وعلينا أن نتدارسها في كل وقت وفي كل حين، وأن نعرف معنى هذه الكلمة، معنى كلمة لا إله إلا الله، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله. ولنعلم أن لهذه الكلمة أركان وشروط، أما أركانها فركنان: الركن الأول النفي، وهو نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه جل في علاه. والركن الثاني هو الإثبات، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروطها فسبعة كما ذكر بعض أهل العلم، وقد جمعها الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله جل وعلا في هذه الأبيات، قال فيها: في شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وعلى المؤمن أن يقف مع هذه الشروط، وأن يتعرف على معاني هذه الشروط، وأن يعمل بها. العلم أن يعلم معناها الذي قلناه، وهو لا معبود بحق إلا الله. القبول أن يقبل كل ما جاءت به هذه الكلمة. اليقين أن يوقن بهذه الكلمة في قلبه. المحبة، الصدق، إلى غيرها من هذه الشروط العظيمة التي من أداها فقد حقق توحيد الله جل وعلا. وإذا حقق العبد توحيد الله جل وعلا فقد حقق الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وتوحيد الله جل وعلا وتحقيق معنى لا إله إلا الله هو أعظم ما يحقق العبد به رضوان الله جل وعلا، وهو سبب من أسباب نصر الله جل وعلا للعبد، وسبب من أسباب، بل من أعظم أسباب دفع البلاء والفتن عن العبد في دينه وفي دنياه. فالله الله بتوحيد الله جل وعلا. ولا يأتي الشيطان إلى بعضنا فيجعله يغفل عن تذكر مثل هذه الأمور العظيمة، وهي أعظم ما يحرص الإنسان عليه، ويقول له: ما الحاجة إلى أن تتعلم قضايا هذا التوحيد، أو أن تسمع عن التوحيد وأنت قد نشأت على توحيد الله جل وعلا؟ ويغره، يغره بحاله. أقول لمن يخطر له هذا الخاطر: إن أعظم الموحد، أعظم من حقق التوحيد، هم أنبياء الله جل وعلا، وفي مقدمتهم أولو العزم الخمسة، ومنهم وفي مقدمتهم الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حطم الأصنام ورمي في النار من أجل لا إله إلا الله، ومع ذلك كان يخاف على نفسه وعلى أهله، فكان يقول كما قال الله جل وعلا عنه: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فليسأل الله جل وعلا ربه أن يثبته على توحيد الله جل وعلا، وأن لا يزيق قلبه عن التوحيد، وليحذر من كل باب يفسد عليه توحيده. فإن هناك أمور المجال لا يتسع لذكرها قد تكون سببا في أن يفسد على العبد توحيده، وهذه من أعظم ما تكون سببا في هلاك العبد في دينه ودنياه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على توحيده، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه في دينهم وفي دنياهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.